يعني يعني الصوت والصورة مش واضحين ولا ايه؟ اللي عرفك ان اللي موجود على السي دي ده يهمني انا يا باشا؟ اي حد في الشارع بيقرا الجورنال الصبح عارف اللي بينك وبين سعد الكوم، وان كل واحد فيكم مستني للتاني على غلطه. فانا لما الاقي نوح السباعي اللي هو شخصيه عامه ومسجون عندي جاي له المحامي بتاع سعد الكومي كده في زياره مريبه والمامور مش على بعضه، يبقى الحكايه فيها حاجه شمال. بعدين السيديهات دي كان بقالها فتره كده عندي، لدرجه كنت بفكر امسح الفيديوهات دي خالص، وبعد كده قلت خساره خليها، حاجه زي كده ممكن تنفعنا كلنا. قول لي بقى يا حضره الضابط، ايش ضمني ان السيديهات دي مش مضروبه وانها لعبه من العاب الكومي عشان لما انشرها يرفع عليا قضيه تشهير؟ معاك حق والله، انا برضو ممكن اخرج من عندك اطلع بيها على مكتب الكومي واقول له الحق قفشتها مع صول ولا واد مسجون عندي شغال لحساب وهب ابي خليف، وساعتها بقى مش هيشك فيها خالص، ده انا بلم الدنيا من وراه، وبعدين هيخلص معاها على طول من غير سين ولا جيم. ما هي برضو مش ضمانه. براحتك يا باشا. طب اديني 24 ساعه عشان اتاكد من اللي انا شفته ده بنفسي. 24 ساعه والفيديوهات دي هتكون في خزنه الكومي. سلام يا باشا. سعادة البي جاي لحضرتك حالا يا فندم. شكرا. يا اهلا وسهلا بالصحفية والمذيعة اللامعة. ده اسكادا او شانيل اسكاد. تفضلي. شيء عظيم جدا. كان في زمان السفير مختار العربي كان بيدرس لي في المعهد الدبلوماسي اللي بيأهلنا لدخول الدبلوماسيه بعد كده، كان دايما يقول لي اهم المداخل لمعرفه شخصيه اللي قدامك نوع البرفان اللي بيستعمله. طبعا للاسف سيادتك شايف العيشه اللي انا عايشها خلتني استبدل ذاكرتي البرفانيه بذاكره من نوع اخر، جاني البرتقال انواع الاسمده كده يعني. حضرتك المكان اللي انت قاعد فيه ده جن نعيم حقيقي، اي حد يتمنى يكمل حياته هنا. ممكن بس مش اي حد زي ما بتقولي. انا هنا دلوقتي بقالي حوالي 3 سنين من وقت عمليه العراق، والامن اجبرني على الاقامه هنا حفاظا على حياتي. طبعا اكتشفت ان اللي يقدرش الجمال والهدوء الموجود هنا إلا اللي فات من أوقات عصيبة في حياته زينا إحنا مثلا. أنت عرفت يعني ده كله من نوع البارفيوم؟ أكيد لا، لكن بعد مكالمتك ليا استفزني ذكائك وقدرتك على معرفة مكاني، وقعدت أذاكرك كويس قوي وجبت كل شيء يتعلق بيكي ودرستها مظبوط زي ما كنا بنعمل زمان أيام الخارجية قبل ما نقابل رئيس وزارة أو رئيس حكومة أو حتى وفد. عرفت عنك كتير. كتير كويس ولا كتير وحش؟ ما دام اتقابلنا يبقى اكيد كتير كويس. انتي صحفيه جريئه ومذيعه شاطره بتدوري على الحقيقه. كبار رؤساء التحرير البولي معاهم وسائط اكبر كمان، بس انا رفضتهم كلهم. رفض حضرتك ليهم يخليني اسالك وافقت تقابلني ليه؟ شوفي انا مش هسالك انتي عرفتي مكاني ازاي، لانك هتردي عليا وتقولي لي انا صحفيه وليا مصادر خاصه، وهتقولي لي الكلام الدبلوماسي اللي احنا بنقوله علشان نخبي مصالحنا. كل ده مش مهم عندي، المهم اللي انا اكتشفته واللي خليني اوافق اني اقابلك. اللي هو انت مش جايه عشاني انا، انت جايه عشانه هو. ده شيء يسعدني عشان اوضح لك الحقيقه بدل ما تفضلي في الظلمه زي دي.
مش عايز اسئله كتير، تعرف كل حاجه بعدين. خليك ورايا ما تسيبنيش. ها